نقل التمييز بين الطلبة مش بين دكتور. ثورة على الظلم والتسويق. عارض كل من ايده إلو. نقل تكميم الأفواه. منزل مادة الصبح بلاقي موعدها صار العصر. قدرة قادر سبحانك يا الله. القانون على الجميع سواء طالب أو دكتور مش ابن فلان بيمشي. طبعا هاي الوقفة أجت من حركة الشباب الطلابي ومجلس اتحاد الطلبة للتعبير عن مطالب والمطالب التي يطالب بها مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشباب الطلابي على مدار سنوات وسنوات. يعني بعض المطالب الموجودة مع إدارة الجامعة كانت منذ فترات طويلة ولم نحصل على شيء منهم. وبالإضافة إلى ذلك ما يتم عليه الاتفاق عليه في داخل المكاتب وهنا وهناك وبحضور الواسطات ومن المحافظ ومن وزارة التربية والتعليم العالي لم يطبق منها شيء على الأرض. لم تجتمع اللجنة التي كان من المقرر أن تجتمع لتطبيق ما تم الاتفاق عليه. هناك مماطلة وتسويف وهناك تهرب من المسؤولية تجاه الطلاب وطلاب جامعة خضوري. نحن لن نسمح لأي كائن من كان أن يمس كرامة الطالب وحقوقه الخدماتية سواء الأكاديمية بكافة مستوياتها. نحن سندافع عن الطلبة، سنكون معهم في كل الميادين وفي كل متطلباتهم على مدار الأعوام.